الزيارة الرسمية التي قام بها وفد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان توجت بالتوقيع على اتفاقيات في العديد من المجالات بين الحزبين الحاكمين لصالح الشعبين. تقرير سعيد أحمد حسن. ما زالت ثمار العلاقات الحميمة بين تشاد والسودان تؤتي أكلها بإذن ربها، وذلك ترجمة للنوايا الصادقة بالرقي والتقدم في جميع المجالات، حيث وقعت اتفاقية بين رجال الأعمال للبلدين المتمثلين في غرفة التجارة والصناعة والمنادم والحرف اليدوية بجمهورية تشاد وغرف التجارة بجمهورية السودان الشقيق. وأهم ما في هذه الاتفاقية تسهيل الحركة التجارية بين البلدين وضمان أمن البضائع من وإلى الجانبين. وقع من الجانب التشادي رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين، ومن الجانب السوداني يوسف أحمد يوسف رئيس غرف التجارة بالسودان، وقد أبدى الطرفان رضاهم التام من مجريات هذه الزيارة وسماحة العلاقة بين الشعبين. ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة مماثلة بعد 6 أشهر من الآن إلى جمهورية السودان. هذا وقد خلصت اللقاءات والاجتماعات والمشاورات بين مسؤولي الحزبين ببيان ختامي تلاه أحد أعضاء الوفد السوداني. ابتدر الاجتماع بإجراء تسليم رئاسة اللجنة العليا الحزبية المشتركة إلى المؤتمر الوطني لدورة تستمر لمدة 6 أشهر، ثم تم التداول في عدد من النقاط شملت 1 تقديم تقرير الأداء اللجنة الحزبية المشتركة للفترة الماضية وإجازته، 2 وضع مقترحات لخطة عمل اللجنة للفترة المقبلة شملت ألف تركيز العمل في الفترة المقبلة على الاقتصاد والتجارة بين البلدين، ب بذل الجهود لتذليل كافة الصعاب التي تواجه التجارة البينية وتجارة الترانزيت بين البلدين، جيم العمل على إقامة مؤتمر الحدود بين البلدين. ثم انتقل الاجتماع إلى جلسة مباحثات بين رجال الأعمال من الجانبين، وتم خلال الاجتماع استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض التجارة وتجارة الترانزيت بين البلدين. مخرجات الاجتماع: 1 التزام الجانب السوداني بالعمل على مراجعة كافة الإجراءات الخاصة بالبضائع التشادية العابرة مع جهات الاختصاص. 2 اتفق الطرفان على تفعيل وتقنين تجارة الترانزيت. 3 السعي لتوقيع اتفاقية للتجارة التفضيلية بين البلدين. 4 حث وزراء النقل في البلدين لإبرام اتفاقية النقل للسماح للشاحنات التشادية بالعبور إلى السودان. 5 حث هيئة الاستثمار التشادية بالترويج عن فرص الاستثمار في تشاد والميزة التفضيلية التي يمكن منحها لرجال الأعمال السودانيين. 6 التزام أمين أمانة أصحاب العمل رئيس الغرفة التجارية السودانية بزيارة تشاد برفقة وفد من رجال الأعمال السودانيين في أقرب فرصة ممكنة. 7 تكوين مجلس رجال الأعمال المشترك التشادي السوداني. 8 التزام الجانب السوداني بالسعي لزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب التشاديين. 9 العمل على تنشيط المنطقة الحرة بالجنينة ودراسة دمج المناطق الحرة الحدودية بين البلدين لتكون منطقة حرة مشتركة ترمز للتكامل الاقتصادي بين البلدين. 10 تأسيس شركة مشتركة بين رجال أعمال في البلدين تعمل في مجالات التجارة والنقل والصناعة والزراعة. 11 العمل على فتح قنوات مصرفية جديدة وحث البنك الزراعي التجاري بتشاد ومصارف الساحل والصحراء بتشاد والسودان للقيام بهذه المهمة. 12 حث البنك الزراعي التجاري بتشاد على فتح فروع خاصة في خاصة في المناطق الزراعية والتجارية. 13 حث حكومتي البلدين للتنسيق المشترك في المحافل والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للدفع بالمشروع الاستراتيجي لخط السكة حديد القاري بورسوداني إنجمينة داكار، حرر في إنجمينة 24 سبتمبر 2017. وفيما يتعلق بالجانب التجاري والاستثماري بين البلدين، فقد وقعت اتفاقية تعاون وتبادل تجاري بين الغرف التجارية في البلدين تشاد والسودان. سعيد أحمد حسن للمرة الثالثة. بعد عدة جلسات تشاورية دامت 3 أيام بين حزب الحركة الوطنية للإنقاذ إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الزائر من جمهورية السودان الشقيق، توصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية تعاون بين الحزبين. شملت هذه الاتفاقية الجانب الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث وقع على دفتر الاتفاقية من جانب تشاد المستشار الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ محمد زين بادا، ومن جانب السودان المهندس إبراهيم محمود حامد مساعد رئيس جمهورية السودان الأمين العام النائب المكلف بشؤون الحزب.
وعقب التوقيع توجه الوفدان إلى المنصة التي من خلالها عبر كل طرف عن مشاعره الجياشة. هذين الحزبين الذين يسعوا دائماً لرفاهية ومصلحة الشعب التشادي والشعب السوداني في الدولتين، هناك حدود مصطنعة، فنأمل من كل الذين لهم نفوس ضعيفة، من الذين يريدون أن يزجوا بيد تشاد والسودان في مشاكل، من المرتزقة، من الناس قطعين الطرق الذين يهربون من هنا وهنا، نقول لهم قد انتهت هذه الأفكار. نحن أتيناكم في هذه الزيارة القصيرة والبسيطة في مدتها ولكنها كبيرة، كبيرة جدا لما حطمون به من حب صادق ومودة أكيدة. طفنا خلال هذه الساعات القليلة التي قضيناها بينكم بحواضر البلد. ولم يكتفي الأشقاء بالعبارات والتعابير النابعة، بل تغنى الحاضرون طربا مع إيقاع الموسيقى التشادية الأصيلة. هذه ثمار الزيارة الكريمة من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بجمهورية السودان إلى أرض بلدهم الثاني، أرض المليون حافظ لكتاب الله تعالى. ولم تقف هذه الثمار عند هذا الحد وحسب، بل ما زالت قطوفها دانية لمن أراد الانتفاع بها.